أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السابع في الأسبوع الثاني عشر من مادة التربية الإسلامية. سأقوم اليوم بشرح أبرز الخطوط العريضة التي سنتناولها لهذا الأسبوع. إذن هدفنا الذي سنقوم بالتركيز عليه هو أن أعرف بمحتويات الأسبوع مع التركيز على أبرز الخطوط العريضة فيه وكيفية تحقيق التكامل مع المواد الأخرى وما سنفعله من أنشطة تفاعلية فيه. الموضوع الأول الذي سنقوم بتناوله هو بيعتا العقبة والهجرة النبوية الشريفة. العنوان هو من سيجعلني أحقق التكامل في مادة الاجتماعيات مثلا، حيث سأقوم بدراسة معلومات عن مدينة العقبة والتاريخ من خلال دراسة تاريخ الهجرة النبوية، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. جميعنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة دفعاً أو حماية للمسلمين من خطر قريش، ولأنهم زادوا في الاعتداءات على المسلمين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة للإسلام وترك عبادة الأصنام، ولم يؤمن به للأسف إلا القليل، وأخذوا يعذبون من آمن برسالة الإسلام ويحاولون أن يصدوهم عن الإيمان ويرجعوهم إلى الكفر. فماذا كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخلص المسلمين من أذى الكفار؟ كانت الهجرة النبوية الشريفة. لذلك بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلتقي بأكبر قبائل المدينة المنورة ليدعوهم فيها إلى الإسلام، فعرض عليهم الإسلام وأسلموا، وكان ذلك في السنة 11 للهجرة. ثم رجعوا إلى المدينة المنورة يدعون فيها إلى الإسلام، وأسلم على أيديهم مجموعة من الناس. في العام الثاني وهو 12، جاء 12 رجلا ممن أسلموا من أهل المدينة من الأوس والخزرج، والتقى بهم النبي في مكان اسمه العقبة. وأتوقع هنا أنكم علمتم لماذا سميت بيعة العقبة بهذا الاسم، إذا نسبة إلى المكان الذي التقوا فيه. وبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمور منها عدم الشرك وترك المنكرات والفواحش كما كانوا يفعلون قديما، كوأد البنات والسرقة والكذب. فبعد البيعة طلب المبايعون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم في أمور الدين، لذلك أرسل معهم مصعب بن عمير. ومن التأكيد أن هذا يجب أن يتصف بصفات أعلى الصبر والحلم، وأن يكون صاحب حجة في الإقناع. وقد أقام مدة عام يدعوهم إلى الإيمان ويعلمهم أمور الدين، وانتشر الإسلام في المدينة المنورة انتشارا واسعا حتى لقب بمصعب الخير، لأنه فعلا قد نشر الخير وكان أول سفير للإسلام. فبعد ذلك وما نسميه هذه كانت البيعة الأولى. أما بيعة العقبة الثانية هي عندما جاء مجموعة ممن أسلموا من أهل المدينة في العام 13 من البعثة المطهرة إلى مكة، وكان عددهم أكبر من قبل، كانوا 73 رجلا وامرأتين، اجتمعوا بالنبي في مكان أيضا يسمى العقبة الذي حصلت فيه البيعة الأولى، وبايعوه بيعة ثانية وسميت بيعة العقبة الثانية. أما هنا فقد بايعوه على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عن إذا هاجر إليهم. وبعد ذلك بعد البيعة الكبرى التي بايعوه فيها على الدفاع عن الإسلام والوقوف مع الرسول، أمر النبي أصحابه بالهجرة للمدينة المنورة، وأراد المشركين عند معرفتهم بالخبر أن يمنعوا الرسول من اللحاق بهم، ولكن استقر رأيهم على أن يجمعوا من كل قبيلة شاب قوي فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعين، فيتفرق دمه في القبائل، يعني لا يستطيع أن يأخذ ثأر لأنه قتله مجموعة من القبائل ولا يستطيع أن يطالبوا بدمه. فاجتمعوا عند بيته في الليلة التي قرر فيها الهجرة، وكان النبي قد طلب من سيدنا علي بن أبي طالب المبيت في فراشه، ليعتقد الكفار أن النبي ما زال في بيته، وليرجع الأمانات التي كان الناس يضعونها عنده لأصحابها. ثم خرج النبي من أمامهم وأمسك
كحفنة من تراب وألقاها عليهم وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أما الموضوع الآخر الذي سنقوم بالحديث عنه هو التلاوة وأحكام المخارج العامة لحروف اللغة العربية. فلاحظ من شكل الفم هناك مخرج اسمه مخرج الشفتين لحروف حرفين هما الباء والميم والواو اللينة أو الغير مادية، وباطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا ويخرج منه حرف الفاء، وهو ما سنطبق عليه تلاوة آيات سورة ياسين الجزء الثاني من 20 إلى 40، وستستمع إليها من موقع تنزيل. لذلك تستطيع الرجوع إلى المنصة التعليمية والاستماع إلى التقييمات الذاتية والأنشطة التفاعلية المتنوعة للاستفادة بشكل أكبر مما يوجد أمامك. أشكر استماعكم أعزائي الطلاب، أراكم في دروس قادمة وإلى اللقاء.